السلام عليكم. السلام عليكم. مهمين اش اخبارك؟ على خير. امورك هانيه؟ امين. عطيني مهمين الميكرونا خليك. شكرا لك. شيماء الله يحفظك اختي. صافي صافي. شكرا اللي عندك الكابل تما عطيه ليا باش نبداو مع الناس اللايف ديالنا. لا حول ولا قوة الا بالله. صافي خلينا احنا نبداو. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. اليوم انايا في ضيافه واحد الاختين مسنتين دار بهم الزمان، كانوا بنات الفلوس تبدلات حياتهم. اليوم غنحاول نعرفوا كيفاش قصتهم وكيفاش دار بهم الزمان هاد الدوره هادي. سي ما اعطيه الميكرو اختي. السلام عليكم. سلام. قدمينا راسك، شكون انتي وشنو قصتك؟ وانا انا مينا. نعاود لك قصتنا. كنا عايشين كانوا والدينا حيين، كانوا والدينا وجدودنا وكل شيء، كانوا مربينا باركين مربينا. كنا نقراو، كنا خدام، كنا اختي كانت خدامه وانا كنت كنقرا وداك الشيء. ولكن كنا بنات الشوش، كنا بنات الشوش زعما ما نكذبش عليك. كنا كل شيء مفروم، مفر لينا كل شيء، تحد حاجة ما خاصنا. ولكن من مات والدينا مبقاش لينا الله سبحانه وتعالى، ما عدناش ما خبيناش. كيفاش تبدلت حياتكم؟ حاجة الظروف، مات والدينا صافي بقينا هكا، بقينا بوحدنا ما عندنا حد. ولا بعد الانسان كيجي كروف عليك كيعطيك وصافي. يعني ما والو، ما كاين كاين حتى هادي اختي كانت خدامه، ملي كانت خدامه ملي خرجت من الخدمه خرجت صافي ما تاش خدمت، بقات باركه. هاد ديال ناول راسكم بوحدكم لحنين لرحيم، تقلبوا عليها انتما كتعرفوا. والو ما كنعرفو حتى انا، الا خرجت من العبطه فين نجي منين نجي، لا خرجت نتوضا لا خرج لا مشيت شي بلاصه. فهمتي؟ الا خرجت اختي كانت هي اللي منوبه عليا، ملي طاحت دابا ما طيش عاد بقيت هنا. طاحت ملي طاحت مسكينه، ملي طاحت في دروج داك سميتها، ملي طاحت لها قلات لها الصحه صافي ما طيش عاد عد ما سمقتها قطه تنوض ما كاتب والو. والله عبارك عبارك انا وياها صافي، حنا باركين بجوج تنشوف الله يجيك. ممكن لا عمرنا ما ولدنا، عمرنا ما تزوجنا سيدي، عمرنا ما تزوجنا. لا داكشي داكشي من الله ما كاينش، ولكن كانوا كيجيو الناس نتوما كتبغي. لا عمر ما جا عندنا شي حد، عمر لا هي لا انا، عمرنا ما جا حتى حد وكذبوا جا حتى واحد. ولكن داكشي اللي كتب لي اللي كتب لينا الله هو هذا. ما تزوجنا ما ولدنا ما والو، حنا باركين انا وياها صافي سي والله. واخا كيفاش كتعاني مع اختك المرة ديالها وهي راقية في الفراش؟ وا مسكينة انا محنة بزاف نكذبو، محنة باغات تنوض مسكينة، باغات تخرج باغات تولي، ولكن ما قدتش ما قدتش. عندكم لا ورث لا حتى حاجة؟ ما عندناش لا لا ورث لا والو، عندنا لا ورث لا حتى شي حد. هذا الدار هادشي ديالنا ديال عمي، هو اللي مبركنا واحد البيت عطينا هاد البيت وصافي. يعني هاد البيت هذا ديال القدير هو اللي باركين فيه؟ باركين فيه هذا ولدي. يعني هذا بيت على الصح. هذا بيت على الصح صافي. واخا إذا بغينا نهضرو على يعني حنا حنا في الصح. إيه. هذا البيت ديالكم. إيه. واخا أنتم اليوم اللي كتشوفي أختك بلا هكا. إيه. واش كتحسي منها؟ هو كنحس بس راه مديومة بزاف. أنا مديومة بزاف ما نكذبش عليك. مديومة بزاف وكتبقى فيا، كتبقى فيا بزاف ومديومة. ما نكذبش عليك. داكشي اللي دابا لا مشات عليا عاد ما غنبقاو عاد بلا شكون غيشدك وشكون اللي غادي شكون اللي غادي يعطيك وشكون غيشديك وشكون اللي يا اخي ما كاينش اللي يشدك حتى في المحل ما كاينش. قالوا سي ولا حنا معدين معدين حتى نشوف الله اش باقي شنو اللي كاين. شنو اليوم انت كيفاش معاها اخي فاش بقيت بوحدك واش كتشوفي خاوتكم تقدري تعيشي بلا اختك؟ وي برا لا بدا خصي الا انا مشات عليا اختي عاد من غنمشي عاد من غنبرك عاد من ما كاينش. كنت
غادي نعود بغدا غير واخا شي جيران ما شدوكش، مشيتي عند الجيران ما شدوكش. يلا شنو اللي كتمشي انا وياها براس الراس معنا حد سي والله تعالى. كانوا مي الوالده اللي كانت والدانا راه ماتت توفات، كانت فرقه معنا شحال هادي. واخا شنو تقولي الناس اللي بغيو يعاونوك؟ وبغيناهم مساعده يعني القلوب الرحيمه وقلوب الخير. ايه بغيناهم يساعدونا، لا الله يجازيهم بخير، بغيناهم يساعدونا ويرفعوا علينا والله يحموا وليديهم. يعني انت وقتها ما عندكم حد؟ ما عندنا حد اسيدي، هذا راه الا ما تقتلش بينا سولوا الجيران كامله. هما يقولوا لكم، هما غادي يقولوا لكم راس الاخبار ديالنا. احنا ما عندنا حد. شنو رقم التليفون ديالك؟ النمر التليفون حافظها امينه؟ النمر التليفون عندها ما عندهاش. عندك النمر التليفون؟ عندها اتصال بلاتي حافظها؟ ولا تقول لك واخا نعطيها نسولك انا كي اليوم بديت نسولك كيفاش كتلبي حالتك باش تقدري تعيش في لاختك؟ انا ما نقدرش، انا اختي عزيزه عليا وهي اللي كاينه بيا، هي اللي هزاني دابا. شنو كنطلبي اليوم من قلوب الخير؟ كنطلب منهم المساعده ويشافوني عافوني في المحنه اللي انا فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا رقم التليفون ديالكم؟ رقم عطيني اتصالات. واخا قولي لي حافظه؟ واخا انا نقول لك ولي لينا صافا اتصالات 06 10 39 52 19. نعاود نقول لك لا 06 10 39 52 19. هاك هو الرقم ديالك. شكرا لك خويا على حياتك. إذا المشاهدين الكرام كما كتشوفوا كانت هذه قصة الأختين اللي بقاو بوحدهم، بقاو في الراديات في هذا الوقت هذا، مسنات بقاو بوحدهم ما عندهمش حال الخدمة، سيدة لازمة الفراش، حالتها صعيبة. نتمنى أن قلوب الخير تعاونها لأنه يستحقون المساعدة. أنا غنحاول ندور نوريكم كل شيء ونوريكم البيت. كما كتشوفوا هي اللي دايرة هي وأختها. هادشي اللي كاين والقصدير حالتها، وهاد الطيحة هي اللي فيها. نتمناو ان قلوب الخير يعاونهم لانهم يستحقون المساعدة، ظروفهم صعيبة. نتمناو من العلي ان شاء الله انه يسخر لهم قلوب الخير. شكرا لكم الناس اللي تبعوا معنا اللايف، نتلاقاو في الخير.